خايف يكون بيغلط. الحاجة دي ايه بالظبط؟ تمثال. تمثال ب2 مليون يورو. تمثال ده يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني شيم. أنا لازم أعرف الموضوع بالظبط عشان أعرف أنا بتعامل مع مين، لأن لو اكتشفت إن الموضوع ده هيزعل ناس يخصوني أنت عارف اللي هيحصل لك. حضرتك ما تقلقش، دي مش أول مرة نتعامل فيها مع بعض. أوكي سامي. أوامر الجنرال. شوف شيمي، في واحد مضايقه حبتين، عايزين نعرف هو مين وسكته ايه في ظرف ساعة. تحت أمر الجنرال. اوكي. طب احنا لسه ما اتفقناش على الأمر. لا 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 لا. خلي الحساب لبعدين، لأنك لو طلعت مخبي عليا حاجة الحساب هيجمع. اتفضل. على إذنك يا جنرال. اتفضل. واد يا ديب. أنت يا ولد. واد يا ديبو. أنت يا واد. شوف البت اللي بره دي عايزه منك ايه؟ بت مين يا امي؟ البت اللي اسمها جيجي ولا جيجي دي ولا ما اعرف ايه؟ جيجي بره؟ اه يا اخويا بره قاعده مستنياك حبيبي على مهلك لا تقع. يا شوش عامله ايه؟ كويسه يا بت؟ انا بخير. وامك بخير؟ الحمد لله. وين فيها يا بت؟ بكلمك من امبارح يعني ما بترديش. بس في عيال طلعوا عليا ثبتوني امبارح. ثبتوكي؟ ازاي ثبتوكي؟ ما كلمتنيش ليه؟ ما هو سرقوا مني الشنطه والموبايل كان جواها يا ديب. حصل فين الكلام ده؟ عند الحواديه بالليل. وعيال كانوا راكبين فيسب كده. دول عيال شوارع، هولع فيهم، هولع فيهم. بقول لك ايه يا اختي؟ الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ يعني يا خالتي. يعني يا خالتي يعني قد ايه كده اسم الله؟ فلوس يا خالتي وحاجات. يا عم على فين يا ولد؟ يا اما بيقول لك ثبتوها يا اما. رايح فين يا دي مش ازعي يا بنت انا بموتك، ازعي.